راكم تشوفوا فيهم خرفان، والسيد هنايا راه مساوي منو 75 100. 75 75 السوق اللي فات، السوق اللي فات كان داير 8 واليوم راه داير 75. هبط شويه، هبط هبط. اها وشنو سبب التراجع؟ تراجع سببه هذه الاكباش الرومانيه لباب الله. اما بالنسبه لاسعار البيع، شحال راهي تقول اسعار البيع بالجمله هنا بالتقريب؟ بالجمله 8 ملايين. اخر كلمه، شحال تبيعهم له؟ قول لي افصل افصل. 8 خلي لي 200. لا لا 8 الله يربحك. الله يهديك. روح على 8 ما اديهمش. خلاص خلاص 75 75. القطيع الاول سوموه 75.5، هادو خرفان. والقطيع الثاني هاوليك سوموه شحال؟ سوموك في القطيع خرفان؟ عطونا 74. والبيع شحال؟ البيع فوق 8 قلنا لهم. فوق 8 ملايين. وكان يزيدوا يدخلوا الكباش الرومانيه هذه، اسكو راح يتاثر السوق وتتكسر الاسعار؟ يتعثر وتكسر الاسعار تاع الموال المساكين. الناس راهم يديروا فيها، يبيعوا فيها في الزجاره ب 185 الكيلو. وتاعنا وتاعنا تاع البلاد شحال؟ انا راه يدير 200. تسمى ناقصه شويه. ناقصه حويجه فقط. والموال راهم يتباكاو. قال لك ياودي العلف غالي وزادوا جابوا المال من برا، رانا ناقص على الاسواق اللي فاتوا. هنا اسعار اليوم راهي ناقصه على الاسواق اللي فاتوا. عطيني 83.5 وما حبش يبيع. هو شحال قال لك نبيع؟ ما حبش. قال لك شحال راك حاب تبيع انت يا اخي الكريم؟ زيدني دراهم. قلت له زيدني دراهم. شحال يزيدك؟ يزيدني دراهم. كي يزيدني دراهم ساعه نهضر. شحال قول لي انت شحال راك محدد السعر؟ قلت لك يزيدني دراهم. ما يعثر والو، ما تتاثرش والو، ما يدير والو. ما راه طايح الناس في الاسوام وطايح في ذيك، ومع الناس تبات تعس وتبات طايحه وتنوض، مش يديروا ما يدير والو. الكباش الرومانية راهي بدات تدخل للجزائر. مليحة مليحة. خالي تكسر قرور المال، ثاني المال الناس المولة ضبعت. خلوه تاع 5 ملايين يقول 8 ملايين ما نبيعوش، 9 ما نبيعوش. أنت واحد منهم. حنا مول في معنا 200 مليون. إذا مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تيفي. تاريخ اليوم 21 من مارس 2024، كما راكم تشوفوا الآن وعلى المباشرة متواجدين بسوق حسيب أحبح للمواشي، تغطية سريعة ومكثفة لأسعار الغنم والمواشي هنا من ولاية الجلفة. انطلاق عملية تسويق لحوم الخرفان المستوردة من رومانيا بأسعار تنافسية. المذبح الجهوي لحاسيب أحبح في ولاية الجلفة يباشر إطلاق أول عملية لذبح 3000 رأس غنم من رومانيا وإيطاليا، ولحم البقر أيضا سيتم توزيعه على السوق، لذا سيتم ذبح حوالي 73 رأس من البقر. الماشية الرومانية ترعى في الجبال، لحمها طبيعي، وجاءت هذه العملية لدعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم السوق الوطني وإغراقه باللحوم. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا عندنا اول عرض للبيع، الجولة تاعنا راهي بدات هنا من سوق حسيب أحبح لولاية الجلفة. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم هادو كاع خرفان، مازال ما بدلوش، ما كاش اللي كسر هنايا، والسيد مازال ما سوموش. راك على باب الله. سبحان على باب الله. باب ربي. قل لي بالنسبة لأسعار البيع شحال تقول هنايا بالتقريب؟ بالك 9 ملايين. 9 ملايين؟ ايه. أسعار الجملة ولا الفراد؟ الجملة. أسعار الجملة، أسعار الجملة راهي تقول 9 ملايين. إذا مشاهدينا عندنا عرض آخر للبيع، هادو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع خرفان الله يبارك، والسيد هنا راه مساومين. وشحال سومك في الجملة؟ 6 ملايين في الجملة. والبيع شحال يقول هنايا أسعار الجملة بالبيع؟ شحال البيع بالتقريب؟ بالك 6.5. 6 ملايين و500. اي 6 ملايين و500 هو سعر البيع بالجملة. الآن رانا في ولاية الجلفة، تحديدا بسوق حسيب أحبح بتاريخ 21 مارس 2024.
إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هذو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع خرفان الله يبارك. السيد هنا راه مسومينو 69 أسعار للجملة، هادو أعطاو فيهم 69. قل لي خويا العزيز بالنسبة لأسعار البيع شحال راهي تقول هنايا بالتقريب؟ أسعار البيع، البيع شحال راك محدد الأسعار البيع هنا بالتقريب؟ جيبوا 8 ولا 8 ملايين. إيه أسعار الجملة ولا الفراد؟ على جملة. الجملة والفراد شحال؟ الفراد ب 85 هذا. 85. أسعار البيع راه يقول 85 الفراد. راكم سمعتوا شحال قال لكم أسعار البيع بالجملة أيضا. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هادو لكم تشوفوا فيهم خرفان، والسيد هنا راه مسومينو 75 100. 75. قل لي بالنسبة لأسعار البيع شحال راهي تقول هنا بالتقريب؟ ها 9 8 ونص 10. آخر كلمة. آخر كلمة 10. راكم سمعتوا سعر البيع شحال نتاع هذا الخرفان، ما كاش اللي مبدل هنايا، كاع خرفان، هادو كاع خرفان. كاع خرفان، كاع خرفان، ما كاش اللي مبدل فيهم. نذكر المشاهدين ونذكر المتابعين انه مذبحة حسي بحبح باشرت في ذبح الخرفان اللي تم استوردها من رومانيا وايطاليا، ام البواقي ايضا سيتم تموين السوق الوطنية والمحلية باللحوم، سواء لحوم الاغنام ولا لحوم الابقار. اكتبوا لي في التعليقات وش رايكم في هذه المبادرة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، زادوا دخلوا هذا الخرفان الله يبارك، هذو جونا من منطقة، شو من المنطقة هذو؟ تيارت. منطقة تيارت، هذو جونا من ولاية تيارت، تحياتنا الناس تيارت والموالة تاع تيارت. السيد مازال ما ساوموش راه على باب الله، أما بالنسبة لأسعار البيع شحال راهي تقول أسعار البيع بالجملة هنا بالتقريب؟ الجملة 8 ملايين. آخر كلمة. 8 آخر كلمة. آخر كلمة. آخر كلمة هو 8 ملايين راكم سمعتوا. وفرادي شحال بالتقريب؟ 8 ونص. 8 ونص، سعر الفرادي 8 ونص. قرب الكاميرا أكثر باش تشوفوا هذا الخرفان الله يبارك، هذو جونا من ولاية تيارت. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا راه مساومين 85، هذو كاع خرفان، ما كاش اللي مبدل، ما كاش اللي مبدل، هذو كاع خرفان، مساومين 85 100. الله يبارك. وش من المنطقة هذو؟ منا، هذو منا من ولاية الجلفة. أما بالنسبة لأسعار البيع بالجملة راه يقول شحال بالتقريب؟ أسعار البيع بالجملة؟ شحال بالتقريب؟ أسعار البيع تتجاوز 10 ملايين هنا من سوق حسي بحبح لولاية الجلفة، هذا السوق اللي يفتح كل يوم خميس، تقدروا تجوا تزوروا هذا السوق. نزيد نذكر المشاهدين والمتابعين أنه كباش رومانيا دخلت للجزائر وكباش إيطاليا، اكتبوا لي في التعليقات وش رايكم في هذه المبادرة من أجل تموين السوق الوطنية باللحوم، سواء لحوم الأغنام ولا الأبقار. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، مكان آخر ومجموعة أخرى من الخرفان، هنا هذوما ما راهمش مبدلين، كاع خرفان، ما كاش اللي مبدل هكذا. الله يبارك. والسيد هنا راه مساومينو شحال؟ ساوموكم هنا شحال؟ 75. 75 100 أسعار الجملة. وفرادي شحال ما ساوموكمش؟ ما كاش. وبالنسبة لأسعار البيع شحال راهي تقول هنا بالتقريب؟ 80. 8 ملايين. 8 ملايين و 200. 8 ملايين و 200 هو سعر البيع. قل لي يا خويا العزيز نسقسيك معليك، معليش، واش رايك في المبادره اللي داروها دخول كباش رومانيا للجزائر؟ واش رايك؟ ما عندنا خلطه فيهم هنا، رانا ما عندهم ما يدير 3000 شحال دير. صح، ما زالت قال لك راهي جايه دفعات كثيره، ما زالت راح تدخل دفعات، واش رايك؟ واش راح يصرى؟ ما خلناش راح يدير.
خويا شكرا على المشاركة. رح نزيد نتجول في السوق ونهضر مع الموالين والتجار ونشوف الآراء وتسمعوا تسمعوا الناس وكيفاش حيكون رايها في المبادرة الجديدة. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هنا رانا عند الخروف تاع التربيه الله يبارك. هذو العمر تاعهم بالتقريب شحال من شهر؟ خمس شهور. شحال راهم مساومينك جمله؟ 51. 51 جمله. وفرادي ما ساوموكش؟ ما ساومونيش. وبالنسبه لاسعار البيع بالجمله شحال راهي تقول؟ ست ملايين. اخر كلمه هو 6 ملايين. قل لي وش رايك في المبادره اللي داروها دخول كباش رومانيا للجزائر؟ هم جابوا اللحم والخروف، وش رايك؟ ما شفنا والو احنا. ما على باليش. معليش، كاين اللي ما على بالوش. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه اخويا العزيز. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هاد الكباش اللي راكم تشوفوا فيهم ساوموا السيد 83. هاوليك وراه هذا اللي راه يبيع، وهاوليك شحال ساومتو؟ 83.5. والفلاح قال راه مزير، راه ما حبش يبيع، راه مزير. قال لك التجار هما اللي راهم يعاودوا في السوق، هما اللي مزيرين. عطينا 83.5 وما حبش يبيع. هو شحال قال لك نبيع؟ ما حبش. قال لك شحال راك حاب تبيع انت يا اخي الكريم؟ زيدني دراهم. قلت له زيدني دراهم. شحال يزيدك؟ يزيدني دراهم. كي يزيدني دراهم ساعنا نهضر. شحال قول لي انت، شحال راك محدد السعر؟ قلت لك يزيدني دراهم. كي يزيدني دراهم نهضر له انا. قال لك زيدني دراهم. قال لك المول راه يبيع رخيص. هذاك 83.5 ما حبش يبيع. هي ما حبش يبيع. قل لي نسقسيك معليش، بالك عندك علم انتايا، وش رايك في الاستواء؟ راك تسمع فيا. وش رايك في الكباش اللي دخلت للجزائر، كباش رومانيا وايطاليا؟ وش رايك؟ نورمال يطيح السوق. يطيح السوق لازم يطيح. وراح يتاثر السوق. يأثر في السوق. أثر كما الماتريال ثاني دخلوا الماتريال. طنوبيلات هبات السوق تاع الاسبوع هكذا هبات. صح. على سبيل المثال شحال راح تكون نسبة ال لا اسمح لي شحال حتكون الاسعار بالتقريب؟ هذيك المله لا جابوا موفرين وفرة زينة. يهبط السوق. شحال يهبط؟ مليون؟ زوج؟ شحال؟ مليون خير من مليون. اللي راه على حسب اللي هضروا بيه. قالك حسبوه بربعة ونص اللي جابوه. مال على هدرة شنو الكبش على رومانيا؟ حسبوه 4.5. 4.5 وين 4.5؟ ها لا هدرة الشعب على هدرة. السيد مازال ما سرحش للكباش، مازال طالب زيادة. خويا شكرا على المشاركة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، مجموعة أخرى وقطيع آخر. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم عطاو له 83. هذو كاع خرفان، مازال ما بدلوش، مازال ما كسروش الله يبارك. قل لي يا خويا العزيز، 83 هذيك السومة ولا مازال؟ 85. سمحوا لي، 85 هذيك السومة ولا مازال؟ مازال. وراه اللي ساومك وراه؟ اللي ساومني الله يبارك. نسقسيك معليش. قال لك 83 ما نبيعش. 85 عفوا ما نبيعش. اي قال لي 85 ما نبيعوش. انت شحال راك طالب؟ طالب فوق 9. فوق 9 ملايين. قال لك فوق 9 ملايين، واش رايك؟ اودي ما قدرتش. بزاف. مين جيتنا انت؟ منين جيتنا؟ من وساره. والكباش هذو منينهم؟ هذا من الشلاله، قصر الشلاله. حبيت نسقسيك خويا العزيز معليش، الكباش الرومانيه دخلت للجزائر، الاسعار راح تتكسر ولا لا؟ ما تكسرش. مش كيف السلعه. سلعه بلادنا وسلعه اخرى مش كيف المال، مش كيف كيف. اسمح لي، كاينين اللي شراو اللحم تاع الكباش الرومانيه وقال لك لحومها ممتازه، وش رايك؟ ما على باليش هذه، احنا ما ذقناهاش، مش بنهاش. بصح السلاله تاعنا مش خوتها. هم بداو يذبحوا في الكباش الرومانيه هنايا في حسي بحبح في المذبح تاعكم. شحال يحسبوا بهم؟ قال شنو؟ ما على باليش، انا راني نسقسي فيكم. انت راك تعرف ولا انت تعرف؟ صح انا راني نسقسي، انا راني حاب نفهم. بصح مانيش عارفين شحال. صح قل لي راح الاسعار راح تتكسر ولا تبقى؟ ما يعثر والو. ما تتاثرش. والو ما يديروا. ما راه طايح الناس في الاسوام وطايح في ذيك ومع الناس تتعس وطايحه وتنوض. شي يديروا ما يدير والو. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه اخويا العزيز.
إذا مشاهدينا التغطية تاعنا راهي مستمرة هنا من سوق حاسي بحبح. الآن رانا في الساعات الأولى للسوق بتاريخ 21 مارس 2024. الكباش الرومانية دخلت، راح نزيد نسقسي الناس ونشوف الآراء. ريحوا معنا. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هادو خرفان والسيد راه مسومينو 62 100. شوفوا لك حال هذا شحال شباب، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. قل لي خويا العزيز، اسعار البيع بالجمله شحال تقول؟ تقول 62. 62 ايه. اخر كلمه مازال عطونا 62 بصح مازال. بصح البيع شحال راك تقول البيع؟ نقول 7. 7 ملايين هو سعر البيع. اكتبوا لي في التعليقات واش رايكم في هذه الاسعار. الكباش الرومانيه دخلت للجزائر، هل ستتاثر الاسعار ام تبقى ثابته؟ اذا متابعينا تلاقينا مع الحاج محمد، راه يدور هنايا في السوق، راح نسقسيوه على الاسعار ونسقسيوه ايضا على اخر التطورات فيما يخص الكباش الرومانيه. السلام عليكم، واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. قل لي، نبداو قبل بالاسعار اليوم كيفاش راهي هنا؟ اسعار اليوم راهي ناقصه على الاسواق اللي فاتوا، على خاطر شي قال المال دخل من الخارج والموال راه متباكاو. قال لك يا ودي العلف غالي وزادوا جابوا المال من برا، رانا ناقص على الاسواق اللي فاتوا. قل لي بالنسبه للكباش الرومانيه هذه اللي دخلت للجزائر، السعر تاعها شحال راه يدير بالتقريب؟ ما دخلتش للسوق، ما شفتوش. لا ما دخلتش للسوق هذا. ما سقسيتش الناس اصحابك؟ سقسيت الناس، قال راهم يديروا يبيعوا فيها في الزجاره ب 185 للكيلو. وتاعنا وتاعنا تاع البلاد شحال؟ انا راه يدير 200. تسمى ناقصه شويه. ناقصه حويجه فقط، ناقصه 15000. قل لي لو كان يزيدوا يدخلوا الكباش الرومانيه هذه، اسكو راح يتاثر السوق وتتكسر الاسعار؟ يتعثر وتكسر الاسعار تاع الموال المساكين. ايه قصب الاسواق. الله يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وانت واش راك دير؟ وانت راك تشري ولا تبيع؟ اسمح لي، كون ينقص الاعلاف، الاعلاف هذه تو كون تنقص شويه يبقى احنا مالنا احسن ويبقى اقل من هذه السومه ان شاء الله. كون الاعلاف تنقص هذه. ان شاء الله. وانت راك تشري ولا تبيع؟ راني نبيع ونشري. الله يبارك. وراي السلعه تاعك نشوفوها معليش. سلعه هاي هذه هذه الله يبارك. هاي لك السلعه تاعو، عنده النعجه وعنده الخروف. نبداو بالخروف. هذاك هذا الخروف هذا راه في 75 ونص. السوق اللي فات كان داير 8، واليوم راه داير 75. هبط شويه. هبط. اها وشنو سبب التراجع؟ تراجع سببه هذه الاكباش الرومانيه، هذا الحمل اللي جابوه. وبالنسبة للنعجة، النعجة هذه عندك ثاني نقصت، اللحم نقص باش كان اللحم دخلوا الأكباش الروماني إذا دخلوا. قل لي النعجة هنايا شحال مسومينك فيها؟ النعجة راهي تباعت بخمسة بنين. هاي هذه شوف كذا اللحم ولا دافعة هذه؟ لا اللحم. اللحم الدافعة 8 ملايين، 85 حتى ل10 بولادها والدافع 6 ملايين، 7 ملايين. أه قل لي، نزيد نسقسيك اخر سؤال، وشنو توقعاتك بالنسبه لاسعار الكباش في الفتره القادمه تاع العيد ان شاء الله؟ غادي ينقص السوق. القوس اذا زادوا دخلوا تاع الرومان هذه ينقص السوق. والموال تدهور الاحوال تاعه. ان شاء الله، شكرا على المشاركه. اذا مشاهدينا ما زلنا الان في سوق حاسي بحبح لولاية الجلفة. هذه قناة دنيا، قناة الموالين، قناة الموالين، قناة التجار، قناة المواشي، كلش. يعطيك صحة ورمضان كريم ان شاء الله. احنا وياك ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا على المشاركة. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. شوفوا هنايا كاين مجموعتين، كاين هذا القطيع الاول سوموه 75 ونص، هادو خرفان، والقطيع الثاني هاوليك سوموه شحال سوموك في القطيع هذا يا الثاني؟ 75 ونص. 65. 65 السومه هي ولا لا؟ السومه تساعدك ولا باش تبيع ولا لا؟ ما تساعدنيش. ما تساعدكش. قل لي السوق اليوم كيفاش راه؟ مازال ما بانش السعر، مازال الحال. لا لا بصح لحد الان كيفاش راه الساعه الاولى هذه كيفاش راه؟ راه مليح مليح مليح. الله يبارك. وبالنسبه لاسعار البيع هنا شحال راهي تقول؟ اسعار البيع هنا المجموعه هذه شحال؟ هذيك 8 وهذه 7. هنايا 7 ملايين
وهذه 8 ملايين. اكتبوا لي في التعليقات وش رايكم في هذه الاسعار. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هنا رانا عند خونا محمد هاوليك عنده هذا الخرفان للبيع. السيد هنا يراه مسومينه. خويا محسن السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راك لاباس؟ لاباس بخير الحمد لله. من جيتنا؟ من عين وسالة. الله يبارك. شحال سمك في الخرفان؟ طاونا 74. والبيع شحال؟ البيع فوق 8 قلنا لهم. فوق 8 ملايين. اللي سومك وراه؟ هاوليك. الله يبارك. قل لي وش رايك في سعر البيع؟ كيفاش؟ قلت لك وش رايك في السعر هذا اللي حدوا لك هو؟ يا هو غالي. انت شحال قادر تشري؟ اخر كلمه. اخر كلمه 74.5. 74.5. زادني 50. راك وجهك وجه خير، روح زادني 50 زيد شوي راك قريب. روح الله يربح. قلت له فوق 8. هو هذا له ب 8. العربية دارت تحيه. دارت ب 75. 68. شحال بيع لي خرفان؟ فوق فوق 75. فوق ماهيش داير لعيك ولا ما داير. راه ب 75 روح. وار الله يفتح عليك. هيا. شوف الكاميرا ما تحلكش. قل لي شحال تبيعهم له؟ قل لي افصل افصل. 8. خلي لي 200. لا لا ما 8 الله يربحك. الله يهديك. روح على 8 ما اديهمش. خلاص خلاص 75 75. قلت لك 200 وشني؟ 75 الله يربحك. ما بيعهمش والله. الله يفتح عليك. عملية التفاوض على السعر ما زالت جارية بين البائع والشاري. هذو جونا من منطقة عين والسارة. شوفوا السلعة الله يبارك تاع عين والسارة. وتحياتي لناس عين والسارة، وما تنساوش بارطاجيونا الفيديو على الولايات. خويا موحن نسقسيك اخر سؤال ونروح. معليش داكور. قل لي الكباش الرومانيه، والكباش الرومانيه راهي بدات تدخل للجزائر وبداو يذبحوا فيها، وراح يجيبوا خلال الفتره هذه القادمه تحسبا لعيد الاضحى المبارك. وش رايك في المبادره هذه؟ مليحه مليحه. خالي تكسر قرور المال، ثاني المال الناس الموله ضبعت. خلوا تاع 5 ملايين يقول 8 ملايين ما نبيعوش، 9 ما نبيعوش. انت واحد منهم. دوك حنا مول ندي معنا 200 مليون. انا موال، انا موال، مول ندي معايا 200 مليون، صار جيت شفايش، دوك 500 ما صارش شفايش. قل لي الاسعار راح تتكسر ولا تبقى؟ خلي تكسر، خلي تهبط. خلي تهبط. علي العدو 40 فروق نبيع 25.5. ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا راكم تشوفوا في الاجواء، اجواء سوق حاسي بحبح لولايه الجلفه. هم تباعوا الخرفان هذا خلاص. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا من سوق حاسي بحبح لولاية الجلفة. درنا لكم فيديو على الكباش، فيديو على خرفان التربية، فيديو على الماعز. تقدروا تدخلوا وتشوفوا هذا الفيديوهات. أنا باقيكم على خير، نتلقوا إن شاء الله في فرصة جديدة، في مكان جديد، ثقافة جديدة، أسعار جديدة. صحة رمضانكم كل عام وأنتم بألف خير، ونوجه كل التحية إلى سكان وناس ولاية الجلفة. بقوا على خير، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ونتلقوا إن شاء الله في فرصة أخرى.